حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ليس داخلا فيه النساء، وإنما هو للرجال فقط، فيكون حديث النهي عن زيارة القبور ثم الأمر به للرجال، وأما النساء فلهن دليل آخر أخرجهن من هذا، وهو لعن الله زائرات القبور. ما أوجه كون هذا الحديث خاصا بالرجال دون النساء؟ الوجه الأول أن الصيغة هنا صيغة تذكير وليست صيغة تأنيث، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال بأن صيغة التذكير لا يخرج منها النساء، لأن ما ثبت للرجال من أحكام يدخل فيه النساء وكذلك العكس إلا بدليل. ويجاب عن هذا الجواب بأن يقال لأن المسألة مسألة نزاع بين الأصوليين، فمنهم من يقول إن النساء لسن داخلات في صيغة التذكير، ويجاب عن هذا الجواب بأن يقولوا أنتم ترجحون، والقول ما قالوا أنتم ترجحون بأن النساء داخلات، ونحن نرى القول بأن النساء يدخلن في صيغة التذكير إلا بدين يخرجهن، إذن قد لا يسلمون بهذا الجواب. الجواب الثاني فنقول نحن نسلم بالقاعدة على ما رجح، لكننا لا نسلم بتطبيق هذه القاعدة هنا. لما؟ لأن عندنا دليلا أخرج النساء، وهذا هو الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عللا في جواز زيارة الرجال للمقابر في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال فإنها تذكر الآخرة، وقال فإنها تذكرة، وقال إنها ترقق القلب، وقال إنها تدمع العين. ومعلوم أن هذه العلل الواردة في هذا الحديث تخصص الرجال دون النساء، فلا يدخلن النساء تحت هذا الحديث، وذلك لأن زيارة المرأة للمقبرة لا تأتي بهذه العلل، وإنما يخرج المرأة إلى ماذا؟ إلى الجزع والتسخط والنياحة، فكان هذا الحديث خاصا بالرجال. أما النساء لهن حديث خاص، وهو لعن الله زائرات القبور، وفي رواية لعن الله زوارات القبور. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. ومعلوم أن اسم الشرط من يدل على العموم، فيدخل فيه النساء والرجال، لكن النساء خرجن هنا في مسألة اتباع الجنائز بحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ومن ثم فإن أداة الشرط هنا وهي من إذا كانت لا تدل على العموم بوجود المخصص، فمن باب أولى صيغة التذكير في قوله فزوروها. الوجه الرابع أنه وردت أحاديث خاصة في قضية الاتباع، اتباع الجنائز، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. وهذه الأحاديث يسندها ما جاء في النهي عن اتباع الجنائز. الوجه الخامس أنه لم ينقل أن الصحابيات رضي الله عنهن كنا يأتينا إلى المقابر، وليس هذا معهودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر صحابته الكرام، مما يدل على أن حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها مما يدل على أنه خاص بالرجال. وإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ولاستحب أحد من الأئمة زيارة النساء للمقابر. الوجه السادس أن الفائدة من زيارة المقابر ماذا؟
الدعاء للميت والعظة والاعتبار، هذا هو الهدف، وهذا حاصل للمرأة وهي باقية في بيتها، فإن هذه المصلحة في هذا الحديث حاصلة للمرأة إذا لم تزر المقابر، لأنه لو قيل إنها داخلة من أجل تحصيل هذه المصلحة وقعت في مفاسد أكثر. من بين المفاسد النياحة، الندب، الجزع، الاختلاط بالرجال، ذهاب المقصود من زيارة المقابر. ما المقصود منها؟ العبرة والعظة. إذا اختلط الرجال والنساء فقد تزول هذه العظة والعبرة، بل ربما يعصى الله عز وجل في هذه الأماكن بالنظر المحرم. وكذلك إذا تم مثل هذا فإن هذا الاختلاط يجعل المقبرة في صورة الأسواق والاجتماعات الدنيوية، وهذا مشاهد في بعض البلدان التي يذهب فيها النساء إلى المقابر. الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن في هذا الحديث بين زيارة المقابر وبين اتخاذ السرج عليها، مما يدل على أن زيارة المرأة للمقبرة قد تكون ذريعة ووسيلة إلى الشرك. فكما أن إسراج السرج في المقابر ذريعة ووسيلة إلى الشرك، فكذلك قد يحصل في زيارتهن الوقوع في الشرك. كيف؟ المرأة بطبيعتها ضعيفة وعاطفية، فلو علمت مثلا أن هذه المقبرة فيها أناس صالحون وتعرف قبورهم، فإنه لضعفها وضعف علمها قد تقع في مثل هذا. وإذا ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يتأثر بالدجال هم النساء والأعراب، ما السبب؟ والجهل، حتى إن الرجل ليوثق زوجته وأمه من أجل ألا تتأثر بالدجال. والعاقل حينما ينظر إلى هذه المسألة نظر تأمل واعتبار ورؤية للقواعد الشرعية العامة، يخرج من أن المرأة لو زارت المقبرة فترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم، والواقع يشهد بهذا.